بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم في حوار مع صديقي الحائر. لو طبعا كان سؤال النهاردة سؤال، يعني يمكن سؤال يفيد المتابعين، فكرة إن احنا هو بدأ يدخل في قصة وكده، فقال لي جمع لي كده الحاجات، فقلنا خلاص برضو نتابع نشارك حضراتكم التجميعات دي أو الأفكار دي. في الأول خلاص في تلخيص عام، احنا بنتكلم على الفاتحة وتلخيص العام لمراد الله معرفة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، دي معرفة الله. استعانة بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة والاستعانة. المعرفة مقدمة على العبادة وعلى الاستعانة زي ما انتم شايفين كده. طيب الاستعانة دي هنصل بيها إلى الطريق، اهدنا الصراط المستقيم، الطريق المستقيم يعني. فقلت له احنا ما تنساش ان احنا في الطريق، والطريق او الصراط المستقيم ده احنا ابتدينا بيه بقصة البقرة. ويمكن البقرة زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت هي اصل فكرة اتخاذ يعني ما دون الله، يعني ذبح ما دون الله، يعني دي الفكرة. ولعل يمكن كان عباد البقر وقلت له الفكرة دي لعلها فكرة برضو مشجعة، ان ممكن الناس تتخذ من خلق الله عباد، ومن أسوأ الأمثلة انك تاخد ده من الحيوانات او تاخد ده من خلق الله، يعني من أسوأ الأمثلة الصراحة. فعشان كده ابتدى بالمثال ده ورانا انك تاخد الكون او اليونيفيرس او يعني برضو القرآن بيكلم كل عصر يعني. فدي مسألة مهمة جدا. انتهت قصتنا بان احنا هناخد مثال نحاول نمشي عليه ونتجنب الفتنة اللي مروا بيها عن طريق الذكر النعم، عن طريق الاحساس بالاختلاف عن باقي الخلق، فضلتكم على العالمين، وعد النعم. يعني يمكن اللي حافظ الربع ده عارف ان هو واذ نجيناكم من بلي واذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. عد النعم والحماية ده شيء مهم جدا، الإحساس بالأمان والحماية ده كان شيء مهم لازم تستشعره. وجود الأمان والحماية يأتي من الله. ويمكن قلت له إن احنا يعني الله سبحانه وتعالى سخر لنا الملائكة من الأول أن تحمينا من الشيطان، لأن كان سؤال بديهي جدا مسألة إن طيب لما خلق الشيطان وهو الله سبحانه وتعالى يعلم من الشيطان هيحط طرق لبني آدم أو لآدم وبني بعد كده، طرق الشيطان كثيرة، فكانت إيه وسيلة الحماية؟ طبعا كان أولا الملائكة، إن الملائكة لا تضع أجنحتها على طالب علم يرضى بما يصنع. حين يبتدئ الإنسان يتعلم، ودي نقطة مهمة جدا خلينا نلخص بيها، لأن أول كانت حاجة إيه؟ وعلم آدم. أول ما الإنسان يتعلم الملائكة ترضى، الملائكة تتابع، الملائكة تضع أجنحتها يعني رحمة، تدعي له بالرحمة وتستغفر له، ويمشي في طريقه إلى المعرفة وطريق العلم. وأول المعرفة هو الكتاب. وكانت الفكرة الحقيقة لطيفة لما سألني على الطريق أو الفكرة الثانية، العد النعم على بني إسرائيل، فكانت وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، لأن هم بيحبوا الكتب جدا. فالكتاب طبعا المقصود به شيء خاص، ومقصود به شيء عام. خاص هو التوراة على موسى عليه السلام، الإنجيل بعد كده على عيسى عليه السلام، القرآن على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكتاب في المطلق، الكتاب النافع في المطلق شيء مفيد جدا، يبقى ممكن يبقى طريق الهداية. لأن ما تنساش أن كانت أول كلمة اقرأ، الملائكة مش بتقول لك اعمل كذا، لكن الملائكة لما تتخذ طريق العلم ترضى، لما تتخذ طريق الذكر نجاسة قوم يتلون كتاب الله ويتدرسونه في بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فدي وسيلة الحماية، دي وسيلة الحماية، لأن الأصل في أو الفكرة أصلا قلبية، الفكرة كلها فكرة قلبية، تحمي قلبك
من أن يملأ بغير الله. يعني دي الفكرة اللي الشيطان عرفها، فبدأ يعمل الأفكار بتاعت العجل والأفكار اللي جت على بني إسرائيل. ويمكن كان المناقشة برضو لطيفة، فكرة أنه العجل ده أو الأفكار اللي جت بني إسرائيل هي فكرة متكررة موجودة طوال الوقت، موجودة، هتلاقي ده موجود طول الوقت زي ما ذكرنا في آخر مرة. فلذلك دي مسألة مهمة جدا 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 جدا. طيب، من الحاجات المهمة جدا النهاردة اللي هي وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند. الآيات دي بتتكلم على حاجة مهمة جدا جدا، إنه طبعا يمكن القصة مرتبطة بحصل بني إسرائيل وبدأوا يعني يقتلوا أنفسهم، بعدين ربنا يبعثهم، ويعني القصة مرتبطة بجزء زي ما قلنا خصوصية الحدث وعمومية الرسالة الموجهة ليا وليك والكاتب والغيره. هي قضية إيه؟ قضية أن 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 الإنسان حين يعني يدخل في سكة العجل، يعني أو سكة الطريق اللي أنا متشبث بشيء معين، وزي وعلى فكرة التشبث بشيء معين بعيد عن يعني في الدنيا ما هوش لازم يكون تشبث حرام، يعني مش لازم تكون حاجة غلط، هي ممكن تكون حاجة حلال أنا بس إيه تمسكت بيها تمسك زاد عن اللزوم. زي حتى لما تكون الواحد يعني مرتبط ارتباط شديد بأمه أو بأبوه أو ويبتدي مش عارف يموف اون زي ما هما بيقولوا كده، مش عارف يموف اون، مش عارف يتحرك. لأن ده حصل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفاة خديجة وفي وفاة عمه زي ما قلنا، وكان الحل في الصلاة والصلاة وإسراء والمعراج وهكذا. طيب، قضية إن هو اقتلوا أنفسكم، العلماء اللي هم الربانيين، لأن احنا مش بنتكلم على زي ما قلنا مش على فتوى، العلماء الربانيين أو النفسيين قالوا إيه؟ قالوا هي المراد الآية أن من يتخذ طريق زي يمشي في طريق كده وعارف ان هو ايه يعني انجذب، لان برضه بيبقى طريق جاذب، الشيطان خدك لطريق جاذب كده انجذبت اليه انجذاب شديد، بيبتدي يحصل موات للقلب ويبتدي يعني وكأنك مت، وكأن الانسان مات، كأن الانسان قتل فعلا. فاذا الحياة من هذا الحدث انك تقتل العجل مثلا كمثال، او تذبح البقرة كمثال، بعدين تلاقي بدأ يحصل حياة للقلوب. المثل ده طبعا في القصة بتاعت سيدنا موسى اقتلوا انفسكم وبعدين ثم تاب عليكم وهكذا، لكن المثل ده واضح جدا في قول الله عز وجل بعد ذبح البقرة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. المفروض أن أنا لما ببتدي أقتل أو أذبح البقرة أو طبعا كان معجب جدا بالأمثلة، لأن الأمثلة مش بتتكلم بشكل مباشر، هي تخاطب العقل، طبعا بتخاطب أعلى مستويات الرقي العقلي الإنسان، فالكلام المباشر ما بيبقاش مفيد. ولذلك احنا نحب الروايات ونحب القصص ونحب الافلام ونحب الكلام المباشر، كلام ما يفيدش، لا، لازم تاخد الموضوع من عبره ومن عظه ومن طريقه تانية. ومن شوف المثال ده، حين تذبح الشيء اللي انت متشبث بيه جدا 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 تبعده عنك، تموف اون زي ما هم بيقولوا، انك تقدر تتحمل، انك تعيش بعيد عنه، انه لو قدر ان هو حد انت بتحبه توفاه الله وغيره، تبقى عارف انك هتقابله يوم القيامه، وان دورك في الحياه انك تسعى في الدنيا وانك تعيش في سبيل الله قبل ما تفوت في سبيل الله، وانك ما تموتش ورا حد، وان يعني فاهمين الخصوصيه دي. فحياه القلوب، شوف المثال بيزيد المعنى توضيحا، وحياه القلوب ياتي حين يتم التخلص من الارتباط الشديد بالاشياء. ولذلك حتى العلماء، ويمكن انا كنت قلت لكم الحكايه دي، لما اتكلموا على الفومو اللي هو الفير اوف ميسنج اوت، ده نوع من انواع الاضطراب النفسي، التعلق الشديد بان انا في حاجه تفوتني،
وبدأ يقولوا انك المفروض، يعني انا يمكن شفت حاجات كتيره جدا يعني على يوتيوب مفيده جدا على ان انا ازاي اموف اون من الـ من الـ من الموبايل والابلكيشنز، وان انا الموبايل بتاعي ابقى عارف ان انا بستخدمه فين، وان انا يعني كان في اكتر من 10 خطوات من دول، ان انا اسيب الموبايل بتاعي في مكان ثابت، وان انا الموبايل بتاعي اعمله صامت، يعني ما عدا الارقام اللي هي مثلا ممكن حد مهم جدا 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 ومهما كان مهم، فانت تعمل ميعاد ثابت للرد على الارتباط، قتل التعلق. ولذلك هو كان مبهور في ايه؟ ان الكلام ده من 1400 سنه. يعني هو طبعا القضيه بتتاخد او المعنى بيتاخد بالنسبه لنا، بني اسرائيل كانوا مشركين، كانوا لا لا، خد المعنى زي ما انا اتكلمت معاه في كده. هو في قضيه قتل التعلق، كل ما تقدر تبعد التعلق ده وتقتله، وان ما يبقاش في حاجه يعني زي ما بيقولوا كده مستعبداك، ده يبقى هو ده قمه الرقي الانساني والوصول الى الدرجه اللي ربنا خلق عليها عشانها الانسان. وده بيجي من التعلم، ده بيجي من التعلم. يعني ايه؟ بيجي من الترايل اند ايرورز. يعني بيجي بشوف دلوقتي احنا ايه، جبنا خلقنا الموبايل، عملنا الموبايل البني ادم، وبعدين بيخلق دلوقتي طريقه ان يبعد عنه، يعني ما يبقاش كل حياته، ما يبقاش ارتباطه بارتباط شديد. ده مثال بسيط، لانه الحقيقه برضه هو سالني، هو العجل ده المقصود منه الانسان؟ يعني المقصود منه ان انا برتبط يعني مثلا بانسانه مثلا، يعني قصدك الحب يعني، ولا باخويا ولا بامي ولا بابي ولا لا لا، ترتيب الاولويات ده مهم. وقد يكون حتى شغلك، يعني في ناس بترتبط بارتباطها بالشغل ارتباط رهيب، يعني ما يقدرش يتخلص من شغله. فعشان كده ربنا بيأكد المسألة دي، طبعا هتيجي تانية قصة البقرة بعد كده ونحكيها بالتفصيل، لكن بيأكد على المسألة دي، قضية ان انا ما عنديش تعلق بحاجة لو اختفت اموت، الا حاجة واحدة، الا ارتباطي بصلتي بربي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فزعه امر هم الى الصلاة. كان لما جه ربيعة بن كعب الاسلمي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم على مرافقتك في الجنة أعمل إيه؟ فقال أعني على نفسك بكثرة السجود. فكرة إنك تكون عارف إن ده الصلة الوحيدة اللي ما ينفعش تستغنى عنها. ولذلك كان سؤاله، وأنا يمكن قلت لكم الحكاية دي قبل كده، إن هو دايماً كان يسألني وأعتقد إن الموضوع برضو يعني مأزمه شوية، على إن الصلوات كثيرة. سبحان الله، سيدنا موسى كان قال للنبي صلى الله عليه وسلم على لما كانوا 50 فقلت له إن الموضوع عبارة عن قتل التعلق بالنوم في صلاة الفجر اللي كلنا بنسيبها، قتل التعلق بالعمل مثلا في صلاة الظهر، قتل التعلق بإنك تتعب تاني بعد في العصر كده، قتل التعلق بالسهر، قتل التعلق يعني إيه؟ ارتباطك بربك قبل ما تنام فتسأله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ينادي دايما، ومن الحديث المشهورة انك تحافظ على صلاة العشاء لو مش بتصليها في المسجد، يعني لأي سبب انك تصليها في اخر الليل تأخرها عشان تبقى علاقتك بربنا قبل ما تنام على طول. انت طبعا لو في انسان متعلق بالتعلق ده انت نفسك يعني ما تقدرش تعيش من غيره. فهي قضية ان حياة القلب لا يملكها الا الله، دي مسألة اتقالت كتير جدا. وان هو لما، ودي مسألة يمكن نختم بيها، لان هي الآية تحس انها متكررة تاني برضو. ليه الآية مش متكررة؟ هي بتأكد على نفس المعنى. وإذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم. والموضوع هنا الناس بتاخده ايه؟ انا ظلمت نفسي. لا، ظلمت نفسك يعني حرمت نفسك من شيء حلو. خلي بالكم من الحكاية دي، خدها كده. ظلمت نفسك من شيء جميل، من انك تكون حر، من انك تنفذ معنى لا اله الا الله. انا نفسي بحس ان انا مثلا لما بروح اقعد في مكان معين لفتره كده بحس ان انا ايه ده، ما انا عايز اغير السين، هما بيقولوا كده الصوره، لازم كل شويه نقعد في المكان ده. لا يعني ما ده برضو تعلق. يعني الانسان اتخلق على الحريه، على انه يكون حر، على ان ما فيش حاجه تستعبده. فدي مسألة مهمة جدا، دي مسألة مهمة جدا في خطاب نفسي وخطاب الغرب وخطاب الشرق وخطاب أي حد. مسألة إن أنا حر،
مفيش حاجه مستعبداني، مفيش مثلا القهوه مثلا، او مش يعني ممكن اغير القهوه اللي مش عارف الاكل، ممكن اغير انواع الاكل كده. وعلى فكره انت لما تكون مثلا بتقدر تغير انواع الاكل فانت بتلاقي نفسك مستمتع. لما بتقدر تغير انواع الشرب والحاجات تلاقي نفسك مستمتع. لما بتقدر تغير المكان ومتقعدش في مكان معين، ده مش معناه انك مش بتحب، ومش معنى كده انت متعلق. قال صلى الله عليه وسلم: الله يعلم انك عباد لمكه، اللهم يعلم انك احب بلاد الله الي ولولا ان قومك اخرجوني منك ما خرجت. قال كده، ارتبط النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عمل ايه؟ سابها. لان كتب على الحياه تغيير، عشان تفهم مفيش حاجه ايه؟ مفيش حاجه ايه؟ مفيش حاجه اساسيه في الدنيا غير الله. مفيش حاجه في الدنيا دي اساسيه، مفيش حاجه. حتى الشباب بتكبر، حتى الطفوله بتبقى شباب، وهكذا. فمساله اكمل حاجه لعلاج القلوب، انا قلت له، وهو الحقيقه يعني طرح فكره جميله، قال لي، هو اللي قال لي على حكايه المشروبات، وان انا ما بقاش متعلق بالمشروب الفلاني، وان انا اكيد هستمتع في الحياه. هم طبعا بيحبوا السفر، وحتى المكان يقدر يترحل يمشي من مكان للتاني، يمكن احنا بيبقى عندنا تعلق شوية. هو ده المعنى اللي بدأوا العلماء النفسي كده، كومفورت زون، وده الكومفورت زون. مش خدها بقى ايه من معنى، من حقيقة لا إله إلا الله. بكرة إن شاء الله نكمل.